اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو هذا النهار. هذا اليوم فيديو جديد. هذا النهار ذكرى المولد النبوي الشريف. حنا ما محتفلين ما حتىش حاجه، بلا ما تجيو تقول لي سناء ما كنحتفلوش ولا هذا. الا كنتو رجعتو شويه السن تالور وتفكرتو ايام الصغر ديالكم، غادي تعرفوا باللي داك النهار كنتو كتنقشوا، داك النهار كنتو كتشريو حويجات العيد، وداك النهار العائله كتحتفل ويديروا فطور في ديورهم وكيمشيو ويزوروا الاقارب. دابا ما بقاش داك الشيء، نقص كل شيء، ولكن حنايا باقي مشبتين بالتقاليد ديالنا، ولكن ما عمرنا مشطحنا فيه ولا غنينا فيه ولا شي حاجه. المهم داك النهار ذكرى المولد النبوي كنتفكروها، وبحكم حنايا في اوروبا ما عندناش ديك الاجواء، اولا شي واحد غادي يفكر وليداتنا في المدرسه. انتما كتشوفوا نور دابا راه في المدرسه، يعني ما على بالهمش لا ذكرى المولد النبوي ولا حتى شي حاجه، ولكن ملي غادي تجيب نيتي غنلبسها هكا شي حاجه بلديه وندير لها شويه حنينه في يديها. هي اصلا كتبغي الحنه وانا ما تنقش ليها ديما، هذه ثاني مره غادي ندير لها حنينه في يديها غير باش نقول لها هذا النهار راه ذكرى المولد النبوي. نقولكم كاملين تصلوا على النبي في لي كومونتير، اجر لكم واجر لي حتى انايا. المهم انا لبست بديت نور المدرسه، راه غادي نرجعكم شويه لور. رجعوا معايا دابا شويه لور تشوفوني كيفاش دوزت الصباح، وعاد نرجع نكمل معاكم الهضره. خير البنات، كصبحتوا لاباس عليكم، هانين بديت لكم فيديو من الصباح. انا غاده دابا بنور المدرسه، هي شكيكير تهزها لهنايا، وهاد هاد القفه قالوا ليهم جيبوا شي قصص ديالكم ما بقيتوش بغيتوهم وبغيتو تبيعوهم، وانا جبتهم ليهم وكاتبه فيهم السميات ديالها حيت يحتاجوهم نهار الجمعه. دابا حنا غادي نمشيو، يلا نور يلا ماما نمشيو. المهم نتلاقى معكم من بعد. ما جيت دابا مشيت تقديت شي حاجه خاصاني، هادي شدت لي الدوخه مع ما فاطراش، المهم خديت لي الكريويسه مطر بها، هادي فيها موتزاريلا وفيها هذا فيها مطيشه كتعجبني، هادي راه زوينه المذاق ديالها زوين. خديت فوقه مرمره كانت هاك ناكلها هاكا، دابا جبت هادي راه جبت باش ناكلها هاكا. خديت البجل، هادشي اللي غادي يخصني اليوم هو اللي خديته البنات. خديت البصله، البصله حيت باغا ندير اليوم الدجاج بالفريت، اليوم ذكرى المولد النبوي. شوف بريزيانه تقسمت ليا في الطريق والله الا تقسمها مسكينه. خديت البطاطا، هذه اللي غادي نديرها فريت، وخديت شويه الديسير لبنتي المدرسه. خديت الخس، هذا الشلاضه اللي بحال الخس، خديت ليا هذا باش غادي نفطر ديال المونغو والبنان والتفاح. خديت هاد الدانونات، واحد خديته شوكولات وواحد خديته هكا ديال بيستاج واللوز. هذا الحليب، خديت الحليب، وخديت هاد العصير حتى هو ديال يوغورت مع الفريز. مشيت خديت شامبوان حيت سالا ليا، خديت دابا هاد لا مارك اللي فيها سكينجبير والعسل. انا ديما كنركز على ما يكونش فيه السيليكون، ما يكونش فيه بارابين، ويكون ديما ناتوريل. خديت هذا شامبوان والديميلور ديالو وحتى الماسك، وخديت شويه الشوكولات للدراري في المغرب، وهذا خديته لبنتي دايرينو في كراي طفات دابا. وخديت هذا حيت ديك النوبه جيت نصوره لواحد الاخت، فاش وريتكم صورته لواحد الاخت هو يطيح لي من يدي ويتهرس. دابا مشيت خديت واحد اخر جديد، مي قلت لها بقات كتضحك قالت لي سمحي لي، قلت لها ويلي الدنيا يعني رفلت لي انا من يدي. دابا صورته ليها وجيت غدا به للدوش، جاب لها كنت درت منه صافي وصلك ليا من يدي. سبحان الله، حاجه اللي كانت غادا طرا راه غادا طرا. صافي هادشي اللي خديته، جيت بحال هاتي ما خديت حتى شي حاجه اخرى. دابا غادي ندوز نفطر لانني كنموت بالجوع. ايوا كيف شفتوا معايا البنات، ديت بنتي مدرسه تقديت شغل، جيت فطرت، دابا نوضت كنجمع شويه دويرتي، واليوم غادي ندير لهم العشاء دجاج بالفريت هو اللي غادي ندير لهم ان شاء الله العشاء. ما بغيتش ندير كسكسو، يلاه كليناه.
قلت غادي اليوم غير الدجاج بالفيه حتى اللحم بالبرقوق ما بغيتش نديرو حيت يلاه درت اللحم في الكسكسو وانا نديرو شويه الدجاج. ايوا قلت غادي ندير الدجاج مع الفريت وغادي ندير الطبيله ديال من ورا العشاء. تشوفوني كيفاش غادي ندير ليها وبنتي حتى هي ندير لها حنينه شويه في يديت في ديداتها باش نفرحها في هذا النهار. وصافيه كتعجبها الحنه. المهم انتما تشوفوا النهار ديال ذكرى مولد النبوي كيفاش غادي نقديمها معايا حتى شي واحد كاين غير انا وراجلي. دوستي مريضه مشات دير شي براوات كدقهم دابا هي راها شويه عيانه على الكتف ديالها. ايوا المهم هاد النهار غندوزو غير انا وراجلي وبنتي حتى راجلي راه في الخدمه. المهم دابا ناضت يلاه جمعت بيت نور غادا نمشي نجمع بيتي وغادي نجمع الدار وها نتوما معايا. شغالي كاملين شحال شنتف صبت عليا الشتا الصباح كانت الشتا راه باقا الشتا. كيف قلت لكم كملت شغالي كاملين حيدت القميص علاش حيت دابا كنشقى وتقطر لي عليه الماء راه حطيته دابا غير فوق السخان. هذا الشوفاج حطيته تما يكرم غير من جيت رجلين. هو دابا انا غادي نجلس راها 12 ونص دابا مكمله شغلي كامل. غادي نجلس نتسنى حتى الصبح 1:30 عندي واحد رونديفو مع الطبيب خصني نمشي للطبيب ومن تما غادي نمشي لبنتي نجيبها من المدرسه. المهم الدجاج راه خليت راه دغيا كيطيب وناقص عليه دايره غير ثلاثه بحال ناقصه البوطه حتى لحد يطيب على خاطرو. وهذا الشيء اللي كاين. ايوا البنات كيف شفتوا مشيت جبت بنتي من المدرسه وجيت عيطت للطبيبه على حساب هذاك البنات حريق البول ديال الحمل مع كيلقاو عندي فيه البكتيري وكيخرجوا ليا اونتيبيوتيك وكنشربوا. ملي كانت عندي 4 شهور وانا كنشرب اونتيبيوتيك البنات هتقولي سناء انت حامله كتشربي اونتيبيوتيك راه هما تيعطيوني اونتيبيوتيك وتيقولوا ليا ما غاديش يضر الجنين. المهم هذا النهار عيطت للطبيبه قلت لها شوفي راه ماقداش معايا هذاك الفانيد عي صيفطيني السبيطار ندير ليكوغرافي ونشوف اشنو عندي شي حاجه اللي غادي تحيد ليا هادشي. داكشي اللي درت شديت رونديفو دابا مع السبيطار باش غادي نمشي ندير ليكوغرافي الكبيره. ايوا نتوما كتشوفوا البنات. المهم جبت بنتي من دراسه راه هي لبست قميصها هي راه علبس داكشي تاع البلدين حاولت عليا. المهم هذا صلاه وسلام تقول لها هذا صلاه وسلام شي اللي كتعرفي. وانا دابا كنقطع البطاطا على حسب الفريت سنين زيد بنت لي قليله بنت لي قليله مازال غادي تقطع على جوج. ايوا هادشي اللي كاين وقيتوني يلاه قطعت مع سهام خصي التليفون باقا مريضه مسكينه الله يشافيها لوليداتها حتى هي مع داك العنق اللي خرج ليها فيه قالت لك شي قراوش. ايوا قيتوني يلاه عيطت لها كنواسي فيها لقيتها ناعسه والله الا قالت لك ما قداش نوض حتى من عند حتى من ماما ما مشاتش عندها اليوم في ذكرى المولد النبوي. نتوما راه عندكم في المغرب اليوم. ايوا ما عيطت ليها وشحال وانا شاده مع هضره وبقيت نواسي فيها وقلت لها نوضي نوضي خويتي نوضي قلت لها لبسي ولبسي بنيتك حتى هي قلت لها هادشي اللي دايره انا دابا في الدار والله الا قلت لها حنا كنا مراد. ولكن الحمد لله على كل حال ما كاينش اللي غادي ينوضك راه عمود الفقري ديال الدار هي المراه. قلت لها والله الا كنشوف غير انا من راسي الا كنت واحد النهار مريضه وناعسه شي ويكاند ما خارجاش ومريضه ناعسه في الفراش الا كنشوف راجلي وبنتي حتى هما كيجلسوا وما تينوضوش ما تينوضوش من فوق هاك السداري. وهذا ونهار اللي كنشوف راسي انا نايضه الكوزينه في شي ويكاند وكنتحرك كنشوف راجلي كيمشي للكراج يتحرك هنا باغي يدير هادي حتى هو باغي يتحرك. ولكن اي فوا كيشوفوا الام ناعسه ولا بحال كتعطيهم حتى ديك الطاقه السلبيه. ايوا هادشي اللي كاين اخواتاتي. لهذا انايا
بقيت مع اختي وقلت لها نوضي كابري اختي نوضي كابري. والله الا قالت لك انا يا ها هي جنات قالت لي حدايا ما كدير والو. وراجلي قالت لي ها هو حتى هو. قلت لها نوضي اختي نوضي لبسي عليك وضربها لك بواحد التعكيره كيف دايره اختك واحد تكحيله وقولي لراجلك يلا نخرجوا وسيري خرجي. قلت لها واخا الطوموبيل واخا على عين الدياب تشمي ديك ريحه البحر وريحه الهواء نقي ورجعي. والله يشافي الجميع والله يشافيها الوليدات حتى هي. والله الا وليتي تسولي غير على هذا كي داير لاباس يقولك انا مريض صافي كي داير لاباس انا مريض. ايوا الله يشافي الجميع والله العظيم. ايوا انا بنادم كنقي هاد البطاطا الفريز مبغيتش ناخذ ديال الديفريز ديال المجمد. قلت غادي نقطع هادي لكن ما يدير ونقليها. ايوا راه الدجاج راه طاب. ايوا هذا اللي كاين البنات هذا اللي كاين. ثلاثه تختك راه راه البيبي نازل راه انا خدامه عبد السمطه في الدار. كل ما السمطه ما لقيتش نوقفت انا لداري ولا راجلي وبنتي. ايوا هذا اللي كاين. المهم انتم معايا خليكم معايا تحتتنا شويه. ايوا اللي ما كيعرفش اختي راه القناه ديال عالم سهام للطبخ والحلويات نخليها لكم صندوق الوصف. سيروا عندها وقولوا ليها زعما دعيواتكم معاها بالشفاء وبارطاجيو ليها القناه كمساعده منكم. ايوا اللايكات البنات. دابا شعلت على الزيت سخن باش غادي نقلي الفريت حوالو ويكون ناجي. ايوا راه هي بنيتي حتى هي لبست نوريكم شنو لابسه. نويره ها هي نور لابسه قميص زوين. نور زوين القميص جاك زوين مويكلي. سلام على رسول الله. لايك كيلاش هاي كنلبس عرفتي كيعجبها البلدي تلبسو. والله الا كيعجبها هاكا لبست تقولي صلاص. دابا راه لبست تقولي عكري ليا ثلاثة لورا العشاء أو نعكر لك. نجربو هاد الفريت. هي راه كتفرج دابا كديرين نتوما كيدوزتو عيد المولد النبوي كيدايرين حبابكم كيدايرين عائلاتكم وكيدايرين اللي عند اللي مشات عند جداها. انا ماما كانت اليوم عند ماماها عند امها وعيطت ليها ودويت مع خالاتي كاملين ودويت مع امي كلهم دويت معاهم ونيت عيطت لحماتي تاهي دويت معاها تاهي الله جات من السبيطار مريضه تاهي. ايوا الحمد لله على كل حال دويت مع اختي مالو بنت اختي الصباح كانت عند ماما دويت معاها. ايوا هادشي اللي كاين ليله يلا محمد رسول الله نحاولوا بهاد النهار ندوزوه تقاليدنا. مي خلات لي هاد التقاليد وانا نخليهم لبنتي وبنتي تخليهم لبنتها. ولو حنا في اوروبا نديروا عشاكم عارفين ان هادشي ما كنحيدوش من داري سواء اعياد ديالنا او تقاليدنا او لا تقاليدهم حتى هما. تندير نهار ديال راس السنه كنتجمع فيه مع العائله هكا في كرنفال كنلبس بنتي وتنصيفطها للمدرسه. هكا في شنو تاني كاين ما كنديرش هالوين لا ما تنديرش داك الكريسماس ما كنديروش. المهم داكشي اللي باين حتى في المدرسه كيحتفلوا به هو اللي كنديروا لبنتي. وكوتا في ديالنا كنلبسها داكشي ديالنا هادشي اللي كاين. مادام حنا عايشين معاهم في البلاد وكناكلوا معاهم طاسه الخبز راه كنتمشاو معاهم ما نديرش هالحاجه اللي هي حرام. ما سخناتش الزيت. ايوا هذا اللي كاين سيداتي انستي ساداتي. بالنسبه للدجاج انا ديما ما تيعجبنيش نجيب دجاجه حيت الاكثريه في الدجاج ما كناكلوش انايا بحال الصدر ما تناكلوش. واحد جيا في الدجاج ما كنطرش نجيب دجاجه. انا كيعجبني هاد الركيبات وحتى راجلي وبنتي تيعجبوهم هاد الجنيه هاد جني واحد الصغيورين وصافي. هذا اللي كنا ندير لهم واحد الشلايضه دابا صافي الزيت سخنات. ايوا دابا خاصني نعيط راجلي باش يدوز يجيب لي الدواء من الفرماسيان ما يمكنش ليا نخرج دابا كنطيب العشاء. ايوا خواتاتي انا باقا كنلقى
نقلي في الفريت، ندير القلية الثانية، وهنا غادي نجيب واحد المقلة حمص شتو، غادي نديرو نجيبو في القيلة بحال شكل طيبو هاري. هذا راه مسلوق وكلشي، غادي نديرو هنا ندير معاه شويه الملحه، وغادي نشعل عليه، غندير فيه انا غير الزيت العاديه، ما غاديش ندير فيه زيت العود، ما كيجيش زوين زيت العود، وغادي ندير فيه شويه الحار، كمون كترش الحار فيه، ما كتروش كترش. غادي ندير كمون، صافي هادشي هو اللي كندير فيه، وكنديو نجيبو في القايلة، الطاجين تا هو راه شعلت عليه، يبدا يسخن، نيشا بقى لي والو ويجي. هذا بغيت نديرو هنايا في القيلة باش نحطو في البركة ديال العشية مع أتاي، غادي ندير شوية زميطة ولا سلوها حاجة وحدة غنحطها، مغاديش نحطهم بجوج. شلاضة شنو درت فيها؟ درت فيها غير هادي، مكينش خيار، ومبغيتش ندير البصلة، درت فيها غير مطيشة وهاد البجل وسميتو. غادي نزيد تا كورنيشو في تلاتة، غادي نقطعهم فوق هذا هاكا، هنايا ندير الجل شرط، كنحيد ليه انا الخضوريه ديالو، وغادي نحتفظ به هنايا، نبداو ثاني نديرو شلال، نديرو في هاد التيبور ونديرو في الثلاجه حتى الغدا، راه غسلتو مزيان بالماء والخل باش كنحس بداك التراب وداك الشي كامل اللي فيه تحيد. نحيد الفريت من الزيت، نطفي عليها، المهم انتوما معايا، ملي غنحطو غيبلا ديال العشا غنرجع معاكم.
دابا هاد الوقيته بنات من جهه الكوزينه ديالي دابا غادي نبدا نزوق الطبيله ديال العشيه. صافي غادي نزوقها ونجلسوا عليها انا وبنتي وراجلي واحد شويه، ومن بعد عاد نطلع بنتي تنعس. اليوم عطلتها زدتها ساعه على لا باش تبرك معانا. ايوا هادشي اللي كاين. المهم نتوما شوفوني كيفاش غادي نزوقها على قد الحال بداكشي اللي نتوما عندكم في الدار. ما شريت حتى شي حاجه، حتى شي ديكوراسيون ما شريتها من الزنقه. داكشي اللي عندي في الدار هو اللي كندير هنايا. بغيت ندير لبنتي هنايا شويه اللويزه هي وراجلي، انا ما كنشربهاش حيت ممنوع على المراه الحامل تشرب اللويزه في الحماله. هادشي اللي سمعت ما كنشربهاش، لهذا غادي نديرها غير لبنتي وراجلي باش يدوزوا. اما انايا على سيداتي درت لي غير واحد الكاس ديال الشاي الاخضر بالماء وصافي، هذا اللي كاين. المهم البنات، عيد مولد نبوي واحد العام كنت دوزتو عند عدوستي في الدار، وكنا درنا الماكله وكذا، وجو عندي بزاف الاخوات وبداو علينا، بداو عليا ذكرات المولد النبوي. راه ماشي عيد، راه كاين عندنا غير عيد الفطر وعيد الاضحى. واخا اتفقت مع هاد الاخوات اللي قالوا، ولكن قلت لهم علاش، قالوا لي ما خاصكش تحتفلي بيه حيت راه بدعه، وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله فيها النار. واخا هاد الاخوات اللي قالوا لي، انا كلهم سولتهم شنو هي البدعه، حتى وحده ما جاوبتني. عاوتاني واحد النهار نفس الهضره، بدعه نفس الهضره، حيت اصلا البنات كلكم حفظتوها بدعه، كل بدعه ضلاله وكل ضلاله فيها النار. مي كتسولوا على البدعه كي حتى واحد ما كيجاوبك. مشكل ماشي هنا، راه بعض الفقهاء وما عارفينش راه هنا المشكله. انت تتهضر وكل شيء ما عارفش شنو تتعني اصلا بحال هاد الشيء. شي حد عاود ليك مثلا، بحال شي حد عاود ليك على شي ماتش ديال الكره وقال لك راه مثلا رونالدو راه ماركا بيت واعر على شي واحد، وانت جيتي تتعاود لينا على داك البيت تاع رونالدو، واخا انت غير سامعه من واحد اخر. ونهار يسولوك مثلا على رونالدو اش كان لابس داك النهار، واش الازرق ولا الاخضر، ما غاديش ديروا، تقدروا تسكتوا فهمتي، حيت غير من هضره لهضره التخربيق كامل داير على البدع. وبالنسبه ليا انايا جبت معكم هذا الموضوع هكا باش تعرفوا كان ولا بد ان نمر ونقول لكم شنو هي البدعه، حيت كيف ما كتقولوا الاغلبيه ما عارفين شنو هي البدعه. راه من غير الفقيه هو ديال الجامع اولا الفقهاء اللي كاينين في الانترنت هما اللي غكيجاوبوا على هذا السؤال ديال شنو هي البدعه. البدعه على لا هي شي سلوك ما داروش الرسول وماشي صحابه، حيت راه الصحابه يمكن يخطئوا وما يديروش شي سلوكات، اما الرسول الا كان السلوك مزيان ما يمكنش ما يديروش. راه هو الرسول والقدوه والمثل الاعلى. مثلا البنات هذاك التسابيح اللي كنشدو في يدينا نقولوا التسابيح يداوي، لا علاش كالعقيق، تيجيك واحد تيقول لك راه بدعه، شكون قالك بدعه؟ بحال الا قال لك الرسول ما تستعملوش وما دارش هذا السلوك، ولا قلنا عيد المولد النبوي الشريف بدعه بحال الا قلنا الرسول ما احتفلش به. يعني باختصار اي سلوك ما داروش الرسول تيتسمى بدعه، واي سلوك داروا الرسول ما كيتسماش بدعه. وكيف قلت البدعه ضلاله وكل ضلاله فيها النار. يعني البنات هذا النهار راه ماشي بدعه نهائيا، وحنا ما كنحتفلوش وما كنعرسوش وما كان ما كنديروا حتى شي حاجه اللي هي خيبه في هذا النهار. هذا ذكرى المولد النبوي، نستذكر معا اخلاقه العظيمه وصفاته الكريمه ونجعله قدوتنا دوما. نحتفل كل عام في يوم 12 من شهر ربيع الأول بميلاد سيد الخلق وأعظم الرجال وخير البشرية، وأعظمهم وأول المسلمين هو حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاتنا وسلامنا عليك يا سيدي وحبيبي وشفيعي وإمامي ومعلمي وقائدي، وعلى آل بيتك الطاهرين بالخيار، وعلى أصحابك وتابعين، وأيضا حبيب ومعلم وقائد وأمام والشفيع سيد المسلمين أجمعين. وكل عام وأنتم بألف خير.
شكرا. أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد من هو الوحيد النبي محمد واحد هو الله النبي محمد من هم اثنان النبي محمد حسن والحسين النبي محمد أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك يا النبي محمد من هم ثلاثة يا النبي محمد أصحاب الرضا النبي محمد من هم أربعة يا النبي محمد أربع كتب النبي محمد من هم خمسة يا النبي محمد خمس صلاة سلام على رسول الله إلى جا إلى جا سيدنا محمد الله ما جا العالي يلا قولي تيا يلا ديري لي مواه خد سوي